السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايين لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. هنلف فين النهارده؟ بإذن الله هناخد الجولة والطريق من أول الشاطبي زي ما احنا شايفين كده لحد الهنوفيل، ونشوف بقى الطريق وأهم الحاجات اللي فيه. هنعدي على حاجات كتيرة جدا، محطات كتير، هنعدي على الدخيلة والماكس والبيطاش وأماكن كتير جدا هنشوفها مع بعض بإذن الله. احنا كده في الشاطبي شارع جمعية الشبان المسلمين، وادي اول شارع عدى علينا اللي قدامنا ده كان فيه كليات اداب على ما اذكر، والتاني اللي هيجي دلوقتي ده على يمنا كده هيكون فيه كلية تربية وتجارة، وطبعا من وراهم هيكون فيه كلية حقوق. المنطقة دي كده مجمع الكليات النظرية تقريبا. ياريت منساش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لي تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ولا لا، واكتر فيديوهات بتحبوها حابين فيديوهات عن ايه تاني. ده ترام الشاطبي كده في منطقة الشاطبي. كمان هنعدي على الموقف الجديد اللي بناخده وبنركب منه اي حاجة نروح بيه، يعني اي منطقة اي محافظة برا اسكندرية او اي مكان كمان جوه اسكندرية. هنمشي بإذن الله على طريق مرسى مطروح، طريق الساحل الشمالي. هنعدي على مصانع وشركات حاجات كده يعني ما شاء الله فخمة وضخمة. طبعا كده داخلين على قناة السويس ومحرم بيه وبقى والمباني بتاعتها وكده. ادي حديقة الشلالات قدامنا كلها اشجار زي ما احنا شايفين كده. ننزل بقى قناة السويس. حابة اشكر كل الناس اللي بتعلق لي تعليقات ظريفة لطيفة خفيفة، والناس المتواضعة طيبة القلب واللسان، ومش بس كده كمان الناس بيبقوا حاسين بالمجهود اللي فعلا يعني بيتبذل في الحاجة دي علشان تطلع. يعني شكرا لكم كلكم، وشكرا لأي حد بيقدر أو بيقول كلمة حلوة. جزاكم الله خيرا، ربنا يجزيكم أضعاف أضعاف أي حاجة نية خير طيبة من ناحيتكم، ربنا يجزيكم أضعافها يا رب ويسعدكم. طبعا نقف اسكندرية هنا ورا البنزينة دي كده،
جنب حد بعد اذنك. نادي السباحة الصيفي. شاطئ الدخيل الشرقي، الناس بتعوم هناك. تذكرة 10 جنيه في شاطئ الدخيلة، في كذا بوابة برضو. هنا بقى وفي ناس كانت مطلعة الشبكة وبتنفضهم من السما. البيطاش في تنايات بقى من اول الشارع بتنزل كده البيطاش لتحت.